فخر الدين بن يوسف اللاعب التونسي حل لنا الكونت انستغرام بتاعه باش نقربوا اكثر من شخصيته وحياته الخاصه. تلقاو الروج في حوار خاص. فخر الدين مرحبا بك. عايشك. مرحبا بك اخويا هادي وميرسي على الانفيتاسيون هذه. انستغرام معك انت حكايه استثنائيه، يمكن اذا الروبريك هذه تعملت لازم تعمل عليك انت بالاساس. صحيح بون فما فو بروفيل اللي هو توا فيريفيي، دونك هو فخر الدين بن يوسف. خلي مريم. اي هذا اللي هو يعني توا ولا فيريفيي واللي ماهوش تابعني وما عنده حتى سيله بيا. يعني من الاول كانت الحكايه نتاع تفادليك خليته يعني يهبط تصاور كل شيء، لكن من بعد ولات فما مشاكل سيرتو ولا فيريفيي، دونك يعني يحكي مع العباد باسمي كل شيء، وحتى كان فما عباد يحبوا يتصلوا بيا ولا حاجتهم بيا يعني ولاو يلقاو الباج نتاعو فيريفيي ولا يحكيوا معه هو، دونك ولات فما قلق. وعلى هذا انا يعني دخلت وان شاء الله باش يتنحل. كيفاش وصل فو بروفيل يولي فيريفيي؟ بون ما عنديش فكره كبيره، لكن ابارامون في الكوب دي موند وقت مشينا الكوب دي موند الفيفا يعني حتى الفيريفيكاسيون للجوارات بتاتر هو لقاو عنده يعني لي فان اكثر من الكونت نتاعي، ومع هو حاط فخر الدين بن يوسف يعني مش بن يوسف اوفيسيه بتاتر يعني حاطوا له فيريفيكاسيون. لكن ان شاء الله كل شيء باش يتصلح، الامور قاعده تمشي كما يلزم ان شاء الله. خاطر الكونت يبدو جدي، حتى التصويره اوفيسيال نتاع الكوب دي موند. سناب شات اللي محطوط نتاعو هذاك ولا نتاعك انت؟ نتاعو هو كيف كيف. ويقول لكم راهو عندي حتى كونت فيسبوك. عندك انت كونت فيسبوك ولا لا؟ بيان سور اي عندي باج فيريفي فيسبوك منظمه. الشخص هذا يقلقك اكثر في الخدمه، ينجم يتدخل معناتها في الخدمه باش يحكي على خدمه، ولا اكثر في علاقاتك مع الناس مع الفان مع البنات؟ مع والله في الحاجتين، في الحاجتين ديجا يعني قبل يعني عمل لي شويه مشاكل يعني كيما بار اكزومبل حتى مره اللي انا جاتني تهديدات والفامي نتاعي يعني خافوا وكلموني وكل شيء، يعني كل مره يعني تصير حاجه ولا بعد ديفات يهبط ستاتيو يعني يحكي باسمي اللي انا بتاتر نحب نقول كلام اخر مثلا، ولا بعد زاد فيكتوار كيف كيف، يعني هو ديما اللي مش جوست يهبط تصاور ولا حاجه، لا هو يحكي باسمي يهبط دي ستاتيو اون بليس يحكي مع عباد يعني ويجاوبهم ويحكي معاهم، وكل مره يعني جاي مشكله يعني من وراه هو. ذاك الحاجه اللي خلتني يعني نتقلق ونتدخل. حكيت معاه؟ لا سي حكيت معاه يعني من دو تروا كونت نتاع صحابي، قلت له راهو ما يجيش اللي تعمل فيه، راك كانك تحبني راهو مش هكا الحب يجي. اجا نحكي وقول لي يعني شنو تحب وكل شيء. كل مره نحكي معاه لا يعني بلوكي الكونت اللي حكيت معاه بيه ويعني يكمل القدام. هذاك علاش يعني توا باش نعمل معاه لازم ولازم الكل ان شاء الله. قضيه بور لو مومون قاعد نحكي يعني مع الانستغرام وفيسبوك. قضيه كيف كلمت محامي باش يتلهى بكل شيء وان شاء الله ربي يسهل في كل شيء. نشدوا الرسمي الاصلي، هذا هو بن يوسف اوفيسيال، وحتى التصويره كاريكاتير. علاش تاع سناب شات هذيك؟ عجبتني حطيتها حلوه. معناتها كيف نحط تصويره من نوع هذايا معناتها واخذ الانستغرام كضحكه كلعبه مش جديه معناتها. بيان سور معناتها كنت نجم تحط حاجه رسميه اللي كنت انت اخترت حاجه فاني. بيان سور احنا بريتو يعني جوارات خدمتنا في التيران ماهيش في الانستغرام، دونك الانستغرام عاملينه لي فيديو لي فان يعني يشوفوا الاكتواليتي نتاعك يعيشوا معك شنو قاعد تعيش، سي سا ماهيش حاجه يعني فريمون جديه برشا. اليوم الانستغرام والتيران ولا كيف كريستيانو رونالدو يمكن يخدم برشا في ستاد ما يخدم برشا على الانستغرام. صحيح هذيك هي الكوره توا كيفاش ولات، لكن احنا في تونس مازلنا ما وصلناش الحق المونتاليتي هذيك. نتصور في تونس 80 90% تيران و 10% يعني انستغرام وريزو سوسيو. قبل كل شيء قبل ما تشد تصور، ما عندك تصور كنت صغير؟ سا
سي عندي لكن ما حطيتهمش في الانستغرام، علاش؟ كيك ما جيتش لبالي. نحط واحدة على خاطرك الليلة. تستمتع بتصور بتاع صغرك ولا ليه؟ بيان سور. صغرك كيفاش كان؟ صغري كان بون، مش كيما ما نقولكش كيما كل صغير في تونس. ديجا يعني جبت غيلان وحكي لك يعني شنو هي عيشتنا. كما غيلان انت نفس ال بتاتر اكثر يعني التعب والصعوبات، واحد بتاتر ينجم يكتب عليهم كتاب وشوية يعني. نقول لك يعني حاجات باش جوست تفهم شوية. 13 سنة حي بنو سينا باردو، في الكار في المترو، سافوار وقتاش تراوح بعد انترينمون يوفى 6 7، يعني هذا 13 سنة برك. بار يعني تعب، بار الظلم، بار يعني والدي هي متعبوا معايا كيف كيف، نوجه لهم تحية. دونك حياتنا يعني ما كانتش سهلة. الكود فودر مع الكرة كيف جاء؟ بون الكود فودر تحسه يعني تخلقت باش نكون جوار، ما نجمش نكون حاجة أخرى. فقت بروحك؟ فقت براحي. وديجا بابا يعني كان في دومين الكورة، أخويا كيف كيف بدير في الكورة وصل سينيور، ومن بعد ما كملش بشي يولي بروفيسيونيل كل شيء. دونك ملي أنا صغير الكورة هي حياتي، هي خدمة، هي أوبجيكتيف كبير. كنت على حساب؟ كانت على حساب طفولتي بوتيتر. قراية الحمد لله واحد وفق وصل خذا الباك، ان شاء الله واحد حتى كان يكمل كورة بوتيتر ينجم يعمل اي حاجة يحب عليها. كان هدف عندك باش تاخذ الباك؟ ما كانش هدف في وقت من الاوقات، لكن امي شدت صحيح يعني، كانت ديما ورايا يعني على القراية. بابا اكثر كورة يعني بتاتر يتغشش كي نعمل ماتش خايب اكثر مني، يتغش على البولتان ولا على اكزامان ولا حاجه. الحمد لله يعني الزوز كل واحد حبيت ننجح في الدومين اللي هو يحب عليه. خذيت الباك متاعي كانت فرحه كبيره، هنا قلت ستوب للقرايه وباش نكمل في الكوره. بالكوب دي موند هذايا مع ياسين رايح تنس ربحته. تلعب تنس؟ نلعب بروفيسيونيل؟ بيان سور مانيش بروفيسيونيل، اماتور، لكن يعني نلعب بالكدا كل ما نلقى الفرصه. خويا يعني عمل سبيسياليتي سبور وسبيسياليتي نتاعو يعني تنس، دونك هو توا اونترونور تنس. كان نتنوش شوي شوي كفو. 2012 اللي هبطها وكتبت تقريبا الحمد لله على السلامة. تصور وقت اللي عرش 2012 خرج من الحبس بعد حميني. قلت لي انت ولد ابن سينا، هو المدينة الجديدة، تعرفوا بعضكم؟ لا ما نعرفوش، لكن واحد كل ما يلقى فرصة باش يقف مع عبد ولا يحسه مظلوم ولا حاجة ما فيها باس. تسمع له مزيكته؟ شوية الحق طبعا ما عادش برشا يعجب. علاش؟ معلش حسيت ستيل تبدل على قبل، كان قبل خير. انت تحب كافون شقشق وتيتي تيتا وحماني معلش انا طبعا ما عادش نتابع كي قبل، يوم بتاتر كلامي غلط، لكن حسيت ستيل متاعو تبدل. حسيت يعني فما برشا عباد بعد عوام يولي يخدم على الجمهور اكثر من قناعاته هو. الاسبيرانس قصة طويلة الحمد لله. 3 سنين تروا تيتر، هذه هو علاش هبطت التصويرة هذية. يعني واحد كي يبدا جاي حاط اوبجيكتيف باش يهز لي تيتر ويلقى روحه يحقق في لي اوبجيكتيف هذوما، ينجم يكون كان فرحان. هبط التصويرة هذه على السبب هذاك. لعبت مع الملعب التونسي، لعبت مع صفاقس. بالنسبة لك انت المجد أكثر عشته مع الترجي أكثر؟ الترجي ونادي راضي صفاقسي. اسبيرونس هزيت معهم تروا تيتر، كلوب صفاقسيان دو تيتر،
يعني مش بعاد على بعضهم، لكن يعني زوز كيبيت، يعني عشت معاهم بيريود باهية برشا، وخليت العباد تحبني، وخليت يعني اسم باهي فيهم زوز ليكيب ناسيونال. فيرتي كبيرة، فيرتي كبيرة أنه واحد يلبس ماريو ليكيب ناسيونال. بالحق لان دي زوبجيكتيف اللي من اللي هو صغير كنت فرش في ليكيب ناسيونال، نحب نكون ديما موجود لابس الماريو هذاك، ويعني فرحة ما توصفش. كي نبدا في ستاج ليكيب ناسيونال ديجا نبدا فرحان. كأس العالم تجربة الكل، شو تمثل لك؟ كأس العالم هو تاريخ بالنسبة لي أنا، يعني كما قلت لك، حتى واحد من الصغر كل شيء دي زوبجيكتيف. من اللي أنا صغير حطيت في مخي باش نلعب إن شاء الله كوب دي موند 2014، يعني روحنا بالغصة نتاعنا من الكامرون، ما ترشحناش. يعني قعدت 4 سنين نستنى في الكوب دي موند اللي بعده، منهم العامين الاخرانيين فريمون بالحق كل يوم نقوم نترنى فيه، ولا كل سيونس ولا كل ماتش نلعب ونقول هذا باش نحضر بيه الكوب دي موند. هذاك يعني اللي خلاني نكون فرحان برشا بالتاريخ. واحد كما قلت لك يعني حاجة باهية برشا انه يلعب كوب دي موند، سيرتو يعني سجلت هدف نتصور واحد يقعد له في الكارير متاعه. الهدف 2500 صحيح 2500، وخذيت يعني تروفي نتاع لوم دي ماتش في الماتش هذاك. حاجات باهية برشا، حاجات يعني واحد يكون فخور بروحه. نتصور الفامي متاعي زاد كيف كيف شرفتهم ويكونوا فرحانين بيا. هذا هو الاوبجيكتيف تاع كرة القدم، هذا نحن ماشيين لروسيا. سؤالي هو طيارة المشي ولا طيارة المرواح؟ على خاطر ما نتصورش كان نفس الطلعة متاع المشي، هي بيدها نفس بيان الرجعة. سور التصوير متاع المشي هذايا، خاطر أول حاجة روحنا بدي سيرفاتمون مش بكوستيمات. بيان سور حسرة كبيرة، والحق الحاجة اللي تفرح في الحسرة هذه أنه أن طمعنا وحبينا نكونوا يعني في الناوي تيام. يعني بتاتر فما بلدان اخرين يقول لك تلك حدود الله ويروحوا فرحانين، لكن الحسره متاعنا وقت اللي مروحين والجروب والامبيونس كيفاش يعني حاسين وحابين نوصلوا البعيد، هذه هي اللي تخلي الواحد يفرح، تخلي الواحد يغزر القدام ان شاء الله الكوب دافريك والكوبا. فما لوم على المدرب؟ انا تعلمت في الكوره كي نربحوا الناس الكل، كي نخسروا الناس الكل. فوزي البنزرتي على رأس المنتخب، تتأمل خير ولا السيستم ما يتبدلش بالوجوه فقط بالأسماء؟ بيان سور واحد ديما يتأمل خير إن شاء الله، ديما نقولوها حتى إن شاء الله الجاي خير. قدامنا يعني ماتشوات تاع كاليفيكاسيون كوب دافريك، وقدامنا إن شاء الله كان ترشحنا ووفقنا ربي كوب دافريك. نتصور في الوقت هذا يعني انترنور تونسي اللي هو مش كبير الوقت اللي عندنا، تصور انترنر تونسي يعرف الاجواء، يعرف الجوار الكل. يعني مازال كيرانا ليتوال، مازال كيرانا في الاسبيرونس. دونك عامل الوقت نتصور باش يلعب لصالحه، وان شاء الله نحن كجوارات موجودين باش نعاونوه وهو باش يعاوننا. كيما قلت لك نحن نخدم مصلحه واحده، هي مصلحه تونس. مزايك هنا فما حاجة لفتتني، مش العنوان، ملامحك ياسر أجنبية، أمك تونسية أبوك تونسي توانسة زوز، عينيك الفاتحين شعرك الأحمر، هذا شنو؟ يمكن عائلة أمي في كابو من بوزالفة بتاتر نجبت شوية الشيرة هذيك. أما برش عبيد يقولوا لي يعني تظهر ماكش تونسي. ديجا تاو كنت في ستاج في أمستردام يحبوش يحكيوا معايا انجلي، كلهم يحكيوا معايا بلغتهم. يا ولدي صلوا على النبي، انجلي انجلي فوالا. اختلافك في الشكل عامل قوة ولا عامل ضعف بالنسبة لك انت؟ والله لا قوة ولا ضعف، يعني حاجة باهية.
تاتر يعني ما فماش برشا عباد كيفي في الكورة، يعني يمكن حاجة باهية اللي هي واحد يبدأ يعني ريماركابل حتى في كيب ولا في حاجة، تلقى باش تلقى روج باركة يعني ماكش باش تلقى برشا. دونك واحد يبدأ يعني كيما نقولوا نحنا مقمر ريماركابل فيريفي. الروج أول مرة سمعت هالكلمة وقتاش؟ ملي انا صغير دوما بديت نسمع الكلام وبديت نعرف ديجا العائلة الكل، فامي مرتي صحابي الناس كلها عطولي روج. كيفاش موسيقتها في وذنك؟ حلوة حياتي. مدام هذيك يعني عرفتها قبل الشهرة وقبل الكورة وقبل الفلوس وقبل كل شيء، يعني فرحان اللي أنا معاها طوى 10، يعني ولينا 10 بيناتنا، أكثر من حب وأكثر من كل شيء. فرحان برشا معاها، إن شاء الله ربي يفضلها لي، ربي يفضل لي البامبين ولدي. 10 قلت لي من قديش تعرفوا بعضكم؟ تقريب 2000 آخر 2010 ولا 2011 هكاك. كيفاش صار أول كونتاكت ما بيناتكم؟ والله فيسبوك يعني تعرفنا على بعضنا بشوية بشوية، بون بعد لقينا دي زامي اون كومان يعني بيناتنا، ذاك علاش اللي خلانا بتاتر نقارو احنا دي زامي مع بعضنا. سؤال يقعد محيرنا تو ما عرفناش شكون بعث الاخر انفيتاسيون. فهمتني، لقينا روحنا يعني دي زامي مع بعضنا، دونك حاجة ما تنجم تكون كان كاتبة، هذا مكتوب بعثه لي ربي والحمد لله. انكم تبقوا اصحاب حاجه طبيعيه، تعرفوا على بعضكم على فيسبوك. النهار اللي قررتوا فيه باش تتزوجوا، شكون قال للاخر اي سيد تو نتعدوا الامور الجديه؟ ايه ديجا من الاول من قبل الزواج ديجا فما علاقة، اسكو علاقة عابرة ولا علاقة يعني سيريوز. من النهار الاول يعني علاقتنا كانت جدية ويعني فهمنا بعضنا وحبينا بعضنا ويعني عرفناها ان شاء الله باش تكمل بعرس. دونك القرار متاع العرس ما جاش مفاجئ لا لي انا لا لي هي، العلاقة بدات سيريوز من الاول. كبرتوا مع بعضكم، شفتك تكبر قدامها. في العادة انت تنجم تتبدل، تغرك الفلوس، تغرك الشهرة، يكثر المعجبات، ربي يكون في عونها. نصور نتصور مادام خذات يعني قرارها باش نعرسوا باش نكونوا مع بعضنا، تعرف يعني العبد اللي ماخذته علاش قادمة وكل شيء. كما قلت لك واحد كان مش تبدله يعني الفلوس ولا الشهرة ولا أي حاجة من هذوما، دونك باش يخسر من بعد باش يلقى روحه يعني خاسر من الجهات الكل. الحمد لله يعني واحد ما تبدلوش الحاجات هذيا، صحابي هم يقعدوا ديما صحابي، الفامي متاعي مرتي يعني العباد اللي يعرفوني والعباد القراب ليا يعرفوني اللي انا قعدت كيما انا. البامبين ما حطيتش تصورها، صحيح علاش؟ والله ما حبيتش نحط تصاور خاطر يعني انا مع السترة شوية، اون بليس هو صغير دونك كي يكبر عنا برشا تصاور، يعني كي يكبر يولي صاحب قرار يحب يهبط تصاور انا بعثهم له يهبطهم هو على روحه. شو سميته؟ امين ربي يفضله لك. عايشك. على اسم حد في العائلة ولا؟ دلال مدام سميته هكاك يعني جاء في مخها سميته، انا عجبني الاسم وقبلت بارتاجيته خاطر مالوريزمون يعني العباد تهبط كيما هكا. بون هذوما دي سيت متعرفش عليهم منين يجيو وكل شيء، الفامي تفاجعوا كل شيء، بويس كان الوقت هذاك كنت مانيش بحذا دارنا يعني كي سمعوا الاخبار ما يعرفوش عليا انا وين. وفاة فخر الدين بن يوسف في حادث مرور. فوالا دونك يعني كتاب ده ماكش بحذا حد، اي واحد ينجم يصدقها الحكايه، بويس عندك برمي وتسوق وتنقل كل يوم، اي واحد ينجم يصدقها ويتفجع. ربي يهدي اللي كان سبب وكاو. من نوع قاضي الناس اللي يكتبوا اشاعات عليك؟ لا لا مانيش مغروم برشا
القضاء. السكوت زاد ينجم يشجعهم. صحيح كيما حكيت الانستغرام يعني اللي حكينا فيها من الاول، استسهلت يعني ملي كان هو بتاتر عنده 10,000 فان وانا وقتها 2000 ما زدت كي بديت، استسهلت الحكايه وقلت يعني عادي شنو هو المشكل اللي هبط في التصاور، شوف كيفاش ولات مشاكل. صحيح بتاتر فما حاجات واحد لازم يقفلهم في الوقت المناسب. فخر الدين بن يوسف، عندي لك 20 سؤال جاوبني عليهم بشكل سريع. حاضر؟ تفضل. يلا. فخر الدين، أفضل ممرض لعبت معاه هو؟ نبيل كوكي. نقطة ضعفك؟ الفامي. حاجة ما تنجمش تعيش بلاش بيها؟ كورة. طولك وميزانك؟ 1.93 متر ميزان. أكثر بلاصة تعمل عليها كيف في دارك؟ صالة. أقرب تتويجات لقلبك؟ الكاف مع نادرة الصفاقسي. أكثر ممثل يضحكك هو؟ لطفي العبدلي. أغلى سبيدري شريته قداش سمو؟ 1.5 مليون. أنا مادين باللي وصلت له لشكون؟ البرشا ناس، لكن أكثر واحد بابا. أفضل لاعب عندك حاليا هو؟ ليونيل ميسي. أكثر أبليكيشن تستعملها في تليفونك؟ فيسبوك. أكثر ماتش تظلمت فيه؟ ماتش المرسى مع الاسبيرانس، خديت فيه كارتون روج. بعد الروج، أقرب ترويج لقلبك؟ فخروج. أجمل مقابلة لعبت فيها في حياتك؟ الأخرانية كونتر بنما. أسوأ ما في شخصيتك؟ نعرف سويسرا. كرهبة تحلم بامتلاكها؟ مرسيدس جيلو. أقرب لاعب في الترجي حاليا ليك؟ برشا أصحابي، لكن نختار رامي جريدي. برجك؟ سرطان. الملعب التونسي في 3 كلمات؟ بداية، ظلم، لكن حب.